بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والعشرون. الصرصور والنملة. يحكى أن صرصورا قضى زمان الصيف في الغناء والترنم بين الأعشاب والأزهار. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل. صرصورا اسم أن، قضى فعل وفاعل، وهو في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. زمن ظرف زمان مضاف، الصيف مضاف إليه، في الغناء متعلقا بقضى، وحرف عطف الترنم معطوف على الغناء، بين ظرف مكان مضاف، الأعشاب مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل قضى، وحرف عطف الأزهار معطوف على الأعشاب. ولم يدخر شيئا من القوت لأيام الشتاء. الواو حرف عطف، لم حرف جزم. يدخر فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. شيئا مفعول به من القوت متعلقا بيدخر، أو متعلقا بنعت محذوف، وهو نعت لشيئا. لأيام متعلقا بيدخر، وأيام مضاف الشتاء مضاف إليه، فجاء الشتاء وليس عنده شيء ليأكله. الفاء حرف عطف، جاء فعل الشتاء فاعل. الواو حرف عطف، ليس فعل ماض ناقص. عنده في محل نصب خبر ليس، شيء اسم ليس. لي حرف جذ، يأكل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف التعليل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. هو مفعول به، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر، والجر والمجرور متعلق بنعت محذوف، وهو نعت لشيء. فأخذته الحيرة والحزن ولم يعرف ماذا يصنع. الفاء حرف عطف، أخذت فعل هو مفعول به، الحيرة فاعل. الواو حرف عطف، الحزن معطوف على الحيرة، فاعل مثله. الواو حرف عطف، لم حرف جزم. يعرف فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. ما اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم مفصول، في محل رفع خبر المبتدأ، يصنع فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والأعد محذوف، التقدير ماذا يصنعه، وجملة ماذا يصنع في محل نصب مفعول به للفعل يعرف. وكان الجوع يتعبه يوما فيوما إلى أن هزل هزالا شديدا. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص. الجوع اسم كان، يتعب فعل وفاعل، والجملة في محل نصب خبر كان، والهاء ضمير متصل مفعول به، يوما ظرف زمان، الفاء حرف لتزيين اللفظ، يوما توكيد لفظي من يوما، أو تقول الفاء حرف عطف، يوما معطوف على يوما. إلى حرف جر، أن مخففة من أن، حرف مشبه بالفعل، واسمها ضمير الشان محذوف، في محل نصب هزل فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، وتقديرها أنه هزل. هزالا مفعول مطلق، شديدا نعت. وأمسك عن القفز والغناء. الواو حرف عطف، أمسك فعل وفاعل، عن القفز متعلقا بأمسك، وحرف عطف الغناء معطوف على القفز. وكان قريبا منه نملة قد اشتغلت في الصيف اشتغالا شديدا. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص. قريبا خبر كان، منه متعلقا بقريبا، نملة اسم كان، قد حرف تحقيق، اشتغلت فعل ماض، والتاء تاء التانيث، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية في محل رفع نعت لنملة. في الصيف متعلقا باشتغلت، اشتغالا مفعول مطلق، شديدا نعت. وادخرت لنفسها ما يكفيها من القوت إلى فصل الربيع. الواو حرف عطف، ادخرت فعل وفاعل، لنفسي متعلقا بادخرت، ونفسي مضاف، ها مضاف إليه، ما اسم مفصول،
في محل نصب مفعول به لدخرت. يكفي فعل وفاعل والجملة صلة المفصول ها مفعول به من القوط متعلقا بيكفي إلى فصل متعلقا بيكفي وفصل مضاف الربيع مضاف إليه. فخطر بباله أن يقصد النملة ويستقرضها شيئا من القوت. الفاء حرف عطف خطر فعل ببال متعلقا بخطر وبال مضاف هي مضاف إليه. أن حرف نصب يقصد فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل. النملة مفعول به وحرف عطف يستقرض فعل وفاعل ها مفعول به أول شيئا مفعول به ثاني من القوت متعلقا بيستقرض. فذهب إليها وقال لها أسألك يا جارتي بحق الجوار بيننا أن تقرضيني شيئا أسد به جوعي. الفاء حرف عطف ذهب فعل وفاعل إليها متعلقا بذهب. الواو حرف عطف قال فعل وفاعل لها متعلقا بقال. أسأل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا والكاف مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. يا حرف نداء جارات منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير يا جارة لي بحق متعلقا بأسأل وحق مضاف الجوار مضاف إليه بين ظرف مكان مضاف نا مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بنعت محذوف وهو نعت للجوار. أن حرف نصب تقرضي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت أو فاعله ياء المخاطبة والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ثان لأسأل والنون للوقاية يقي الفعل من الكسرة والياء مفعول به أول شيئا مفعول به ثان. أسد فعل وفاعل والجملة في محل نصب نعت لشيئا به متعلقا بأسد جوعي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. فقد أهزلني الجوع ولم أجد أحدا غيرك أستقرضه. الفاء حرف التعليل قد حرف تحقيق أهزل فعل والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به الجوع فاعل. الواو حرف عطف لم حرف جزم أجد فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا أحدا مفعول به غير مضاف كي مضاف إليه وغيرك نعت أول لأحدا. أستقرض فعل وفاعل هو مفعول به والجملة في محل نصب نعت ثان لأحدا. وسأرد إليك عند مجيء الصيف ما أعطيته من القوت بزيادة. الواو حرف عطف السين حرف استقبال لا محل له من الإعراب. أرد فعل وفاعل إليك متعلقا بأرد عند ظرف زمان مضاف مجيء مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل أرد ومجيء مضاف الصيف مضاف إليه. ما اسم مفصول في محل نصب مفعول به. أعطيت فعل ماض والتاء فاعل والهاء ضمير متصل مفعول به والجملة صلة المفصول. من القوت متعلقا بأعطيت بزيادة متعلقا بأعطيت. فقالت النملة ماذا كنت تصنع أيها الصديق في فصل الصيف عندما كان الناس يستعدون للشتاء. الفاء حرف عطف قالت فعل النملة فاعل. ما اسم استفهام مبتدأ ذا اسم مفصول في محل رفع خبر المبتدأ. كنت فعل ماض ناقص والتاء اسم كان. تصنع فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر كان. وكنت تصنع صلة المفصول أي منادى والهاء حرف التنبيه لا محل له من الإعراب. الصديق بدل من أي وحرف النداء محذوف. التقدير يا أيها الصديق في فصل متعلق بتصنع
وفصل مضاف الصيف مضاف إليه عند ظرف زمان ما زائدة كان فعل ماض ناقص الناس اسم كان يستعدون فعل مضارع والواو فاعل والجملة في محل نصب خبر كان للشتاء متعلقا بيستعدون وكان الناس يستعدون في محل جر بالإضافة ولما لم يستعد كما استعد غيرك الواو حرف عطف لما متعلقا بتستعد لم حرف جزم تستعد فعل وفاعل والكاف حرف جر ما مصدرية استعد فعل غير فاعل مضاف كان مضاف إليه وما المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلق بالفعل تستعد وتقديرها كاستعداد غيرك وهل كنت مريضا طول الصيف؟ الواو حرف عطف هل حرف استفهام كنت فعل ماض ناقص والتاء اسم كان مريضا خبر كان طول ظرف زمان مضاف الصيف مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بمريضا قال كلا يا صديقتي إنني كنت أقضي أوقاتي بالغناء ولم يخطر ببالي أن أدخر لأيام الشتاء قال فعل وفاعل كلا حرف جواب يا حرف نداء صديقتي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقرير صديقة لي إن حرف مشبه بالفعل والنون للوقاية والياء في محل نصب اسم إن كنت فعل ماض ناقص والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان أقضي فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر كان وكنت أقضي في محل رفع خبر إن أوقات مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه بالغناء متعلقا بالفعل أقضي الواو حرف عطف لم حرف جزم يخطر فعل مضارع مجزوم بلام ببال متعلقا بالفعل يخطر وبال مضاف وياء المتكلم مضاف إليه أن حرف النصب الداخل فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل يخطر لأيام متعلقا بالفعل الداخرة وأيام مضاف الشتاء مضاف إليه فأجابته النملة مستهزئة إذن ينبغي لك أن تقضي الشتاء في الرقص فمثلك لا يستحق الرحمة والإحسان الفاء حرف عطف أجابت فعل والهاء مفعول به النملة فاعل مستهزئة حال من الفاعل إذن حرف جواب ينبغي فعل لك متعلقا بينبغي أن حرف نصب تقضي فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل ينبغي الشتاء مفعول به في الرقص متعلقا بالفعل تقضي الفاء حرف التعليل مثل مبتدا مضاف كمضاف إليه لا نافية يستحق فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدا الرحمة مفعول به الواو حرف عطف الإحسان معطوف على الرحمة منصوب مثله والله أعلم بالصواب.